جمهور دراجة ما يقدرش يمشي لنيجيريا، راه غيغزا نيجيريا. غتمشي لنيجيريا غتلقى فيها راجا وياه. انا لعباش مثلا الراجا وصن داونز فين يلعبوا؟ مصيبة. لعبوا في تنزانيا، لعبوا في البحر، لعبوا في نيجيريا، لعبوا في نيجيريا. لي كونديسيون ديال لافريك ماشي ديال الله. نيجيريا على جمهور دراجة ما يقدرش يمشي لنيجيريا، راه غيغزا نيجيريا جمهور دراجة. ديما كتطور لي هاد الحبس حتى بالعين اخويا حمزه. عرفتي شنو كيبغى غتمشي لنيجيريا غتلقى فيها راجا وياه. انا ساكت صافي يلاه. العالم اي بلاصه تمشي راه كاين. نقول ليه فهمتي كيبغي هو كيبغي يدير لي هذوك فهمتي. شغليش انا تندوي معنا الكره الا بغات تزيد. راه حيت راه شوف كيف ما كنتي نتايا راه في الروتور كيف ما كانت لاكاليتي الجوار ديالك ولا القيمه ديال هذيك الفرقه ديالك واخا تكون انت هو الاهلي المصري تمشي تلعب روتور كيلعبوك في لي كونديسيون ديالهم ضروري تلقى مشاكل كيديروا كتلقى مشاكل كبيره نبي مصر ماشي في كاع البلدانات الافريقيه على الروتور على الروتور ولافونتاج اللي تيكون عندك واخا تكون رابح ب 3-0 تكون غادي غادي وشك وعندك حلاوه تشبيه حلاوه ماتش واحد كبيره ماتش واحد تضرب طيار ماتش واحد الصراحه مش عارف شوش الاربيتراج واش النقل التلفازي واش الضغط واش يديروا لك العراسات كيديروا عليك الضغط اصاحبي العراسات والله الا حضرت لها في الماتش ديال الرجاء والاهلي ديال الكارت فينال وكنا في لوطيل ديال الرجاء ليله الماتش والله الا تحرك واحد العريس ناضي وحتى حنا في الماتش ديال الزمالك جابوا لك سميتها بوسي ما ديال الزمالك جابوا بوسي والله الا جابوا بوسي شعب ولا كاع حنا غاديين هما كيجيبوك هما كيديوك الاوتيل في قاعه الافراح بالعاني باش ما تنعش باش واعرين كيدوك الاوتيلات ناضين تصابلك داكشي ديال اوتيل واعر النيل الشمس واعر مع كتدخل مع كتقول هذا هو الاوتيل ديال الزمالك حنا لقينا شعب ولا تيغني هنا شعب ولا عمان واسرائيل شعب ولا الكل دخلنا شو حنا يوسم على العرس شكون نديرو الله يرحمه الله يرحمه فاطمه كانت انا من هذا وار كان ودخلنا سمع احنا في لوطيل زعما احنا كنا تما شي ثلاثه الصحفيين فهمتي احنا زعما هو من كونا فهمتي ديال نمشيو نصوروهم دخلنا العرس حنا نلقاو فوزي حنا فوزي يا صاحبي فوزي ناضي الزمالك غير رجع لهم شكباله غير رجع الونش تعرف الونش الدور الدفاعي الكبير ديالو عبد الله سعيد مقيش في لافريك مي سون برونابل انا تفرجت فيهم وتفرجت فيهم مع الراس شوف كاين فينال عاوتاني دابا انا شوف فينال شي ماشي بحال كان على الدراري اليوم هنايا البركان غيكون عليهم حتى هما تما قدام الجماهير ديالهم خاصك تعرف تستغل هذاك الضغط وتمتص الحماس ديالهم وتدور عليهم هذاك الجمهور الماتش ديال مصر فينال زعما كاستاد القاهره ماشي اصعب حاجه زعما الصراحه انا حضرت في ماتش فينال رادس ومثلا استاد القاهره كاين فرق كبير رادس كيخلع زعما سمحوا لنا واخا عندنا مشاكل معاهم مي الوقت الحقيقه راه رادس تيخلع الا قلنا دونور نمبر 1 نقدر نقول لك رادس نمبر 2 دو لوان زعما كاين مخلي واحد وخمسه جويه تروازيام خمسه جويه في رمضان بريكول فهمتي دغيا دونك الدراري اللي بغيت نقول هو ان الدراري ما كاينش شي رعب ملي غتمشي لسطاد القاهره ما كاينش شي رعب ما كاينش شي حاجه يمشيو ان شاء الله تيقين فيهم غادي يجيو لنا كترعب كتمشي تحس بيه كاين الضغط كنبدا نفكر كنقول دابا هذا تلعب شي فينالات جوج فينالات لعبتي ديال السوبر كوب ولعبتي انت ترجي وافريقي انت ترجي فينال دونك الامور كيبقى دونور وموراه راس اما استاد القاهره راه عادي زعما عادي كنظن غير الدراري يكونوا مركزين الحاجه الوحيده اللي كاينه ماشي هو الضغط الجماهيري ماشي هو الاجواء ديال الملعب لا كاين استفزازات من عند المسؤولين هادشي غادي يلقاوه الدراري استفزازات من عند مسؤول غير لقاو صحفيين وغير لقاو فرقه غتلقى في الندوه الصحفيه غتلقى في كل شيء دونك هادشي نكونوا مستعدين ولكن تنظن انا تنظن بركان عندهم الاكسبيريونس في هادشي عندهم الاكسبيريونس في هادشي داو لا كوب الاكسبيريونس في هادشي الدراري القدام تا هما راه غيوجهوا الدراري جداد كاين عزيز كاين الدراري اللي عرجون كاين داو لا كوب دافريك اللي فاتت راه دايو ولا المساوي ولا الفحلي ولا بعدي هذوك راه كاملين لعبوا العرجون راه داها مع الرجاء دوج مراش مع الرجاء دوج مراش كاين انت عندنا الدراري عندهم الاكسبيريونس كما قلنا نتمنوا ان شاء الله يمشيو راه فينا راه رابحين راه ماشي غادي خاسر ولا شي حاجه راه غادي رابح انت ايفيتي الاخطاء اللي كانوا عندك في هذا الماتش ديال لالي وما تمكنش بكري
كما تنقولوا عندك 15 مينيت 20 مينيت الاولى حضي مع راسك مزيان خاصك هما غادي يطلعوا فوق منك عاوتاني فهمتيني حضي مع راسك وتجيري وتقدر تضرب لي كونتر بحال يديروا معاك استغل وعندك اللعاب اللي عندك اللعابه رابيد عندك لي بالارين عندك المهيري عندك الفحلي استغلهم تبروفوكي لي فوت تمايا عندك لعابه صحاح كيعرفوا يدوروا الكره كيعرفوا يحافظوا عليها عندك لعابه سلاع امثال مهيري تحلي ها ما تلعبش هذاك البوالور وي لاطاك وي والله حتى بوالور بالله هذاك في الفرقه صح علاش ما كتخش وطار شتي فاش دخل وطار على داك لورجو اللي تشد به حتى هو لا ولكن وطار احسن منه احسن منه في رجليه قال لك التكنيك ما احسن منه يقدر ما يعرفش وطار في الجناب وميري اون بوينت وراه عندك تويزيله هو جرب ميري اون بوينت بزاف عندك تويزيله ميري احسن ميري كيلعب في 4 4 2 اون بوينت مزيان مي هو كيبان في الجناب فاش كان في اكادير كيف دوزيام اتاكون كيلعب مزيان مي هو هاد العام داروا اكسبسيونيل في الجنب والمساوي المساوي في هذاك كانوا مزيانين لا دوزيام ميتون تحركوا شويه من غير هذاك التير ديالو تبارك الله راك شتي الفيديوال ديال البارا واخا لو كومبلكس ديال الزمالك في النهائيات مع المغاربه كيكون لان مع الزمالك ربحنا حتى فينال خسرنا رجاء 2002 تشامبيونز ليغ الوداد سوبر كوب في فينال ديال كوب دارا ديال الرجاء سيتي كنقول القاريه فينال ديال كوب دارا وي لا كانت ام بي هذيك ماشي هذيك كان كارت فينال تسمح لي 2002 في تشامبيونز ليغ سوبر كوب 2003 مع الوداد خسرتي 2019 بركان وشد لو كومبلكس كيكون انما باقي ما ربحتيش الزمالك في انت اللي دويتي عليه دابا اخويا ربحت الزمالك تما كان ربحت الزمالك كارت فينال ديالي مع الرجاء والله حتى واحد وكنا خاسرين بجوج عقلتي عليها حمزه جوج هنا وكلشي هنا الجمهور قلنا صافي هنا طرنا صافي طيب مشينا ولكن راه كانوا حاكرين تما حاكرين عرفتي شكون كانوا بعدها في اللعابه حازم امام بركات ابراهيم لا ما كاينش بركات ما كانش بركات في ريال دروا بركات ابراهيم سعيد ابراهيم سعيد يمكن جمال حمزه جمال حمزه العليم كانت فرقة عندك واحد زاتاكو افريكا كانوا عندهم تشام ولكن حتى حنا راه كانوا عندنا المزانين او ماي جا ادكار داك هاني عندهم هاني سعيد لا هاني رمزي هاني رمزي وي هاني رمزي لا كانوا عندهم هما عندهم هانيات بزاف لكن هاني رمزي قديم عندهم عندهم هذاك اللي كان مع شحاته المهم انا عارف واه هاني المراس تاعك احسن ديفونسور في التاريخ ديال التاريخ عندهم هاني بزاف هما هاني فهمتي الهاني عندهم هاني تيكون قبطي قبطي هاني دونك كنتمنوا ان شاء الله بركان يرجعوا لينا بهاد لاكوب ان شاء الله حنا راه معاهم ونبقاو معاهم قلبنا تيجيبوا لنا لاكوب معاهم صافي مع الزمالك صافي لازم مع الجمهور زعما معاهم فهمتيني حنا راه معاهم تيقين فيهم الله ما نساولك هاد الخير صافي وان شاء الله الله غيعوضك في هاد الحبير بشي حبير صغر من عادي ونتمنوا حنا شوف غنقولوا ولا 20 من هنا نتمنوا يجيو لاكوب ومشيو عندهم شي البركان مشيو تلقاو ليهم اسيدي هنا ان شاء الله ان شاء الله صافي ان شاء الله يلا قولوا رجاله لصق الميري قول راجل غنمشي ومشي والله تنمشي كنا دايرين بروغرام غنمشيو نفرحوا معاهم والله تنمشيو نفرحوا معاهم كنا باغيين نمشيو نتفرجوا دوماج امشيو 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 في الروتور ان شاء الله شوف الروتور ان شاء الله شوف الروتور يكون ان شاء الله عاوتاني تفرجنا وسط الجمهور تما جابوا الكوب من نيجيريا من نيجيريا كونتر اورلاندو بيرانت يلا نمشيو لكاس العرش الرجاء اللي دار سبيكتاكل في اكادير زعما الصراحه 4-2 انا زعما الصراحه استمتعت كنشوف الرجاء كنستمتع واخا انا دائما الله حفظ الله حفظك كاين واخا دائما عند الموقف ديالي انا الرجاء مازال يلعبوا في السماء يلعبوا تحت الارض واش ما نعبرش واش قبل حريه التعبير انا معاك اخويا نبيل لا دوره صافي